تعالوا بقى نشوف الجمبري، طاجن الجمبري ازاي هنبدأ نشتغل فيه. طاجن الجمبري هننزل المقادير بتاعته ونشوف ازاي نبدأ ان احنا نعمله. يلا بينا. اول حاجة عندي في طاجن الجمبري، عندي هعمله طشة عندي على النار، هعمله زيت وثوم وخل وعصير ليمون وشوية ملح وشوية كاري. حلو الكلام. وبعد كده نبدأ نعمل خلطة حلوة للجمبري ديت، اللي هو فلفل أخضر، وعندي طماطم، وعندي شطة وكمون، وعندي كزبرة، وعندي ليمون، وعندي الكرفس بتاعنا. ده المقادير بتاعة الجمبري، طاجن الجمبري كتير. تعالوا نخش طيب على الطاجن بتاعنا بتاع الجمبري، هنبقى عاملينه ازاي. أول حاجة بجيب عندي الجمبرية وببدأ إن أنا أشيل منها الحبل الرملي بتاعها اللي ورا من غير ما إن أنا أجرحها، بنفس القشر بتاعها بسيبها، تبقى أفضل بكتير في الأكل. بعد كده بجيب عندي البصل، أعمل لها بقى الخلطة بتاعتها. أجيب البصل بتاعنا، هبدأ أقطعه عندي شرايح. نضيفه هنا في البولة. بصلايه كمان. بعد كده اجيب عندي فلفل حامي، واحدة فلفل حامي كده. وبعد كده بجيب عندي فلفل اخضر رومي، واجيب عندي بس شويه حته، اجيب طاسه صغيره عشان اعمل لها في طشه كده، اعملها لها على النار واظبطها. ادي الفلفل الاخضر، وان شاء الله في طلبات كتير اتطلبت مننا من الاسبوع الجاي نبدا نعملها. الباباز طلب مني ان شاء الله نبدا نعمله لك، واعمله لك بفكره ان شاء الله جديده وسهله جدا مش عقدك منها. يعني ادي عندي ايه، الفلفل الاخضر الحامي والفلفل الرومي. بعد كده عندي طماطم هقطعها برده شرايح. ادي الطماطمتين. الجمبري حسب النوع اللي عندك، ازاز بقى، الجامبو عندك، هو طبعا من احسن بصراحه، واحب انا الجمبري السويسي في الطواجن ديت بيطلع حلو قوي، بس اهم حاجه التسويه بتاعته يا جماعه، تخلي بالك لان لو خد تسويه زياده بيشد وما بيبقاش حلو. اجيب عندي كرفس مفروم، ادي عودين اتنين كرفس. الخلطه دي اللي بعملها، اللي انا هضيفها للجمبري. الكبيرة دي احسن، متصل عليها زيت ديت حطيتها للسمك. تمام، حطينا بصل، نقول تاني، حطينا بصل، وبعد كده حطينا فلفل اخضر، حطينا طماطم، حطينا كرفس، شويه بقدونس مفرومين، بعد كده شويه شطه صغيرين عليهم، واجيب عندي زيت وشويه ملح. ادي الزيت يا عم حمدي، وادي شويه الملح. تمام، الطشه بقى كل ده مع بعضه كده، ببدا ان انا مع بعضيهم كده اظبطه. مهم قوي الموضوع ده يا جماعه بقى، ان انت تاخدي الخلطه دي كلها مع بعضيها كده بايدك، تدخلي البصل. انا عايزك تشم الريحه بتاعتهم بقت عامله ازاي، مع الكرفس، مع البقدونس. ناقص ايه؟ ناقص اهم حاجه عصير ليمونه يا باشا، تظبط معاك الاداء. فين بقى الكمون وفين بقيه الحاجه؟ ده مش دلوقتي، هقول لك هنعملها امتى. حلو الطاجن ده وان شاء الله يعجبكم جدا. عملنا الخلطه ديت مع بعض، نروح على الطاسه اللي عندي على النار. حلو، نبدا نحط عندي شويه زيت. احط عندي ثوم مفروم، احمص الثوم كويس قوي، وبعد الثوم
هقوم نازل عندي بالخل، اطفيها بالخل. اللي هيجرب الطاجن ده مش هيبطل يعمله. هنحط الكلام ده في الطاجن الفخار بعد ما ادي للجمبري تشويحه مع الخلطه ديت. خليكي معايا في الاخر هنشوف هنوصل لايه. ادي التوم بتاعنا، بعد ما حمصته عندي شويه معلقه كاري، مهمه قوي معلقه الكاري ديت. عندي كمون، يبقى كمون وكاري، تمام مركزين معايا، وشويه خل. حلو الكلام، خلصنا التوم اهوت، بدانا اللي هو يتحمص، حمصه حاجات بسيطه كده بس ياخد لون ذهبي فاتح. ومنزلين عندنا بالايه؟ بالجمبري يا باشا. اشوح الثوم مع الجمبري كويس قوي. بعد كده واقوم نازل عندي بمعلقه خل. بدأت الموضوع يفور، اديله شويه كمون، شويه كاري، واتفرج على جمال الكاري مع الجمبري هيبقى عامل ازاي، واشوح الكلام ده كله مع بعضه. بدأ ياخد اللون الوردي اهوت، هديله تشويحه بس حاجه بسيطه، سوري، التشويحه مع بعض حاجه بسيطه الاثنين مع بعضهم. يا عيني على الجمال، يا عيني بجد حلوه. طيب هجيب عند الطواجن ديت وهبدأ اجيب الليمون، هبدأ اقطع بس ليمونتين كده. بعد كده يا عم حمدي نقوم واخدين عندنا الطاجن الحلو ده ورايحين فيه على الخلطه بتاعتنا اللي موجوده اللي احنا عملناها، وننزل كله مع بعضه هنا. نقلب يا باشا كله مع بعضه. طاجن طاجن كله لسه. معلقه صلصه بوريه. ادينا له خلاص عصير الليمون والخل والملح وكله زي الفل. فين يا عم حمدي بقى؟ بص الخلطه عامله ازاي؟ عين على الجمال. ناخد الكلام ده كله ونروح على الطاجن بتاعنا اللي موجود هنا. يا ام محمد. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع ايه ده؟ الله يخليك يا ام محمد. الله يخليك، اتفضل. بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف طريقه العيش الفينو وخطواته. العيش الفينو من عينيا الاثنين، حاضر. انا عملته وطلع تقيل وناشف في الفرن كده. ناشف ليه بقى؟ هتلاقيكي ما خمرتيش الحاجه كويس. لا كانت خمرانه قوي بس العجينه كانت طريه شويه. العجينه ده هي ماشي، ما العجينه بتبقى طريه برده بتبقى حلوه. طب ما تقولي لي، طيب انت حطيتي ايه في العجينه طيب؟ حطيت محسن وخميره اللي هي خميره البيره بتاعتنا العاديه. الخميره البيره. الخميرة البيرة ديت لو انت ما استخدمتهاش صح هتنشف منك الحاجة، فتخلي بالك من الموضوع ده. حطيت السكر مع الخميرة. الخميرة عليت معاكي؟ العيش علي معاكي كويس؟ ايوه. طيب امال ايه المشكلة؟ كان تقيل. كان تقيل معاكي؟ ما هو تقيل ده يبقى ما خمرش. ما هو ممكن بالنسبة لك تكون الحاجة دي تكون خمرانة لكن هي في الأول وفي الآخر ما خبرتش معاكي. ما هو تقيل ده يبقى مكتوم. طالما مكتوم يبقى الحاجة ما خبرتش معاكي كويس. خلي بالك يعني لازم اخمرها كويس. طبعا بتدهن وشه حاجه قبل ما تدخله الفرن؟ لازم قبل ما ادخله الفرن بفتح الفرن شويه، بعمل كده وبجيب عندي شويه ميه زي ما انا بعمل كده. تعملي شويه ميه هنا كده صغيرين، البخار اللي بيطلع ده وبقوم قافل على طول. البخار ده بيبدا يقوم عندي اللقمه ما يخليهاش عندي تبقى مكتومه. وانت مش هتعمله قريب ولا حاجه؟ اعملهولك يا ست الكل من عينيا الاثنين بس كده. حاضر. لا انت تأمريني. اجيب عندي عصير ليمون او شرايح ليمون وابدا احطها عندي في الطاجن.
الطاجن ده لازم تجربوه ان شاء الله لان هيعجبكم جدا. خلاص كده اتعمل، ابدا اروح فين عندي على الفرن بالظبط ربع ساعه وهطلعه، وان شاء الله انا حطيت له شويه ميه سخنه صغيرين بس عشان يستوي معايا مظبوط. تمام يا باشا. اوه على ريحه الجمبري، الطاجن بتاع الجمبري خلاص دخل في السوا، فاضل له بالظبط خمس دقائق كده وهنبدا واخد اللون الوردي الجميل اهو. عندي شويه ميه سخنه عشان ما ينشفش معايا، تخلي بالك من الموضوع ده. طيب